قال الثمد. طيب كيف تقرأ رغبة الأمريكان في البقاء بالعراق بشكل مدني وليس عسكري؟ حتى البقاء المدني نحن نرفضه. لماذا تتصور أنهم يرغبون بذلك يعني؟ ما هي أهدافهم من ذلك؟ كيف يعني تقرأه؟ أمريكا اجت للعراق ليست لا لحمايته ولا لتخليصه، وإنما ليكون العراق قاعدة من قواعدها العسكرية والمدنية أيضا، ولكي يتم مشروعها وهو عولمة العالم تحت يديها ويكون تحت تصرفها. والعراق أيضا منبع الإسلام ومنبع العروبة ومنبع الحضارة لو صح التعبير، فاحتلال العراق احتلال لما حوله لو صح التعبير، وسيطرة على الشرق الأوسط وعلى المنطقة بأجمعها. لكن هم ممكن يردون هذا ليس احتلال، انتهى الاحتلال وغادرنا وغادرت قواتنا، نحن نريد مصالح اقتصادية، تبادل خبرات، سفارات مثل ما في بقية الدول. لماذا أنتم حديين في هذا الموقف؟ حسب تعبيرك إذا غادرت فعلا لسنا حديين، نتعامل معها كأي دولة أخرى غير محتلة. هل تشك في مغادرتها؟ نعم في نهاية، أنا أشكك في نهاية هذا العام. نعم حتى في نهاية العام أشكك به، لأنه لا يكون تاما. نعم قد تقلص، يعني ليش يروح بعيد، يعني مو أقل من 5000 شخص في السفارة، والشركات الأمنية أيضا 4000، والأمور الأخرى المدربين 6000 وكذا، يعني هم هاي هم بال 25000 جندي راح يبقى في العراق، هم ايش قد هم 40000، يعني ما راح ينقص إلا أقل النصف من الجنود الأمريكان. يعني هو شبه انسحاب وليس انسحاب تام. طيب وماذا ستفعلون؟ هل ستقاومون هذا الوجود؟ نعم مع بقائها سنقاوم عسكريا. عسكريا ولكن من هالرعب.